salaadii jumcaha kadib ayaa culimada diinka magaalada Boosaaso kulan ay qaateen waxay kaga codsadeen isutaga imaaraadka carabta inay gabi ahaanba isaga baxaan guud ahaan Soomaaliya qaas ahaan gobolka Bari hadaba daawasho wacan culimada oo afka carabiga kula hadlayso imaaraadka waxaan u digayaa anigu waxa dirukum ayuha imaaraat al-arabiyyah al-muttahida hadaran shadiidan litadakhulukum fi biladina min shimal shar as-somal بوصاص وتعرفون من يتكلم هو شيخ من شيوخ القبائل الأصلية في ولاية بنتله فأنتم تعلمون حسبكم ما نهبتم من قرن إفريقيا إلى ألتريا واليمن وغيره من بلاد المسلمين فنريد منكم أن تخرجوا من بلادنا سريعا نريد منكم أن تخرجوا من بلادنا سريعا بارك الله فيكم إمارات كانت إمارات أيام شيخ سعيد رحمه الله أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعيده من عذاب جهنم مركا نريد منكم أن تخرجوا من بلادنا والعقد الذي بينكم وبين هذه الحكومة لا يمثلنا عقد بادل ولا يمثل الشعب ولا يمثل الشعب فنريد منكم بارك الله فيكم أن تخرجوا من بلادنا سريعا ولا تدخلوا لا تدخلوا في أموالكم في بلد الصومال وخاصة في بنتلان أموالكم لأنهم نهبتم ثرواتنا وأموالنا ويعني ما عندنا من الأموال الدائلة فنريد منكم أن تخرجوا من بلادنا سريعا أيها الإمارات العربية المتحدة وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.